كشفت الستارة عن الادعاءات بالحرية والسلمية ومطالب الإصلاح، وخرج صدى صوت المتآمرين. الصوت يقول: النية الحسنة والقصد الشريف تحت شعار السلمية والسلام. في حين يفضح الصدى زيف ما يقال، فمن ادعوا السلمية أقل ما يتسلحون به هو الرصاص القاتل. فلا السلمية كانت سلاما، ولا الحرية كانت تحررا، وبين هذا وذاك وقع المحظور بالمحظور، فكادت الفوضى تسود تحت وقع السلاح الداخل من الخارج. وبأجندة ممنهجة جدولت أعمال القتل والإرهاب بأيدي مخربين خططوا ومخربين نفذوا، والغاية واضحة: تنفيذ خارطة طريق مشروع الفوضى الخلاقة لخلق واقع على مقياس العقل الصهيوني الأمريكي. لم يوفر الإرهاب أداة لضرب سوريا، فمن التخريب والتدمير وإحراق الممتلكات العامة والخاصة إلى التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والعسكريين، مروراً بالقتل والتمثيل بالجثث وإثارة الرعب. أركان المؤامرة على سوريا وجهوا ماكيناتهم الإعلامية والتحريضية وأذرعهم على الأرض للتغرير بالشباب السوري وسلخه عن وطنه ووطنيته، مستخدمين بذلك الترغيب والترهيب تارة وطورا، التحريض الديني والعرقي على كل ما هو سوري أصيل شريف، لضرب ثقة الشباب السوري بوطنهم وجيشهم وعيشهم الوطني. لم يقف السوريين مكتوفي الأيدي أمام استهداف بلدهم، فوقفوا سدا منيعا أمام الإرهاب والاستهداف والتآمر، وكانت ردة فعلهم على قدر العزائم، فكانوا أهل العزم والعزيمة. الشباب السوري كانت له كلمته، فمنذ اللحظات الأولى كشف شبابنا المؤامرة، فملأوا الشوارع تعبيرا عن استنكارهم لاستهداف الوطن. ووضعت مبادراتهم النقاط على الحروف، وأثبتت أن الشباب السوري أكبر من الإرهاب والاستهداف وأوعى من أن يضل البوصلة. السوريون حولوا ساحات الوطن من خلال مسيراتهم المليونية إلى مشهد وطني، أكدوا خلاله تمسكهم بالقرار الوطني المستقل ورفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي على سوريا ودعمهم الكامل لبرنامج الإصلاح الشامل في البلاد. الشباب السوري أكد أنه لن يرضى أن ينال منه جور وكذب وتضليل الآخرين، فأعلنها بصوت واحد وفي جميع المحافظات السورية أن في هذا الوطن شباب مستمر في بذل كل ما في وسعه ليبقى علم الوطن شامخا وكرامة أبنائه محفوظة، معبرين في كل مرة عن شكرهم لكل من يقف إلى جانب سوريا ويدعم موقفها المقاوم الممانع للمشاريع الصهيونية الغربية التي تنفذ بأياد عربية. زينوا المرج والمرج إلينا شامينا فرجي وهي مزاي. فمن المسيرات إلى حملات التبرع بالدم لجرحى قوات حفظ النظام والجيش إلى المبادرات الوطنية الأخرى كرفع علم الوطن والأعلام البشرية، إضافة إلى فعاليات كثيرة أكدت أن شباب سوريا سيمنع المتآمرين من تحقيق غاياتهم، وأنه منتبه لخطورة الدور الذي يقوم به الإعلام المضلل. الشباب لهم دور كبير في هذه المرحلة لأنهم أثبتوا أنفسهم في هذه المرحلة، بدءا من الجيش الإلكتروني الذي كون جيشا حقيقيا في واقع افتراضي، إلى حملة تبرع الدم، إلى غيرها من المبادرات
الكثيرة. أعتقد بأن الشباب السوري شباب واعي، الحس الوطني يعني هو ابن هذا الوطن، هذا الموضوع من البديهيات، ولكن شباب واعي وشباب ناضج، وعلى هذا الأجيل أن يحضر نفسه للمرحلة السياسية القادمة لكي نكون نحن النموذج لكل المنطقة، بدلا من أن نأخذ دروس سوف نعطيهم دروس. هكذا عبر الرئيس الأسد عن أهمية دور الحراك الشبابي في حماية الوطن، وبين الشباب وقائدهم الشاب لغة ترجموها على الأرض وكذلك في الساحات الافتراضية عبر تشكيلهم للجيش السوري الإلكتروني. وللجيش السوري الإلكتروني وصد المؤامرة على سوريا قصة أخرى. نحن كشباب جامعيين تقريبا يعني بنشكل نسيج من كل البلد، يعني من الشام في من حلب، في من الدير، في من اللاذقية، نسيج متكامل من كل سوريا. قررنا انه نشكل شيء موحد نضم فيه غالبية الشباب السوري اللي بيشتغل على الانترنت، وتحديدا على كل جبهات الانترنت، يعني ان كان فيسبوك، ان كان تويتر، ان كان يوتيوب، كل جبهات الانترنت. قررنا انه نشكل شيء موحد ونواجه فيه الهجمه. هم شباب سوري واع اجتمع على فكره واحده، اعلاء كلمه الحق وكشف التزييف والتلفيق والتحريض الذي تمارسه بعض القنوات الفضائيه والجهات السياسيه والاعلاميه في تغطيتها للاحداث في سوريا. فكانت مبادراتهم الحضاريه على الشبكه العنكبوتيه حصن الحريه المسيج بحب الوطن وعشق الهوية. وعلى كل موقع وصفحة تسعى لتشويه الحقائق في سوريا، وعلى كل موقع امتهن التضليل والتحريض على الوطن، كان ردهم حاضرا وبتوقيعهم الخاص. الجيش السوري الإلكتروني مر من هنا. احنا في الجيش ما نتابعين لا منظمة ولا لأي حزب ولا لأي شيء ولا للدولة ولا لأي حدا. نحن شباب سوريين عم نشتغل بمنتهى الحياد، عم نشتغل لسوريا، ما بيهمنا لمين، لشخص، ما بيهمنا هذا الحديث، نحن بيهمنا انه عم نشتغل لسوريا، نحن عم نشتغل لاعلاء صوت الحق، وهذا شعارنا وموجود فيكم تشوفوه على كل ساحات